أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن سفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة في جنيف هان تاي سونغ أن التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بلاده أخيرا هي هدايا موجهة إلى الولايات المتحدة. وأضاف سونغ أن مزيدا من تلك الهدايا في الطريق إلى واشنطن إن لم تكف عن استفزازاتها وممارسة الضغوط عليها. قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن الكونغرس مدعوم لإعادة النظر بالاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أن طهران قد تملك صواريخ وأسلحة تقارن بتلك التي تملكها كوريا الشمالية. وأضافت هايلي أن الاتفاق النووي مع إيران في حال عدم تغييره فقد يسمح لطهران بتشكيل ذات التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية الآن. أعلنت حكومة بنغلاديش أن ميانمار تقوم منذ 3 أيام بزرع ألغام أرضية على مسافة قريبة من حدودها، مؤكدة أنها علمت بالأمر من خلال أدلة تصويرية وأفراد مراقبة. رجحت حكومة بنغلاديش أن يكون هدف ميانمار من الخطوة الحيلولة دون عودة مسلمي روهينجا الذين فروا من العنف إلى بنغلاديش. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة هزت مناطق في محيط مدينة دير الزور نجمت عن تفجيرات وقصف متصاعد على المنطقة. وأضاف المرصد أن تنظيم داعش بدأ هجوما عنيفا ومعاكسا استهدف الثغرة التي فتحتها قوات النظام السوري والتي مكنتها من العبور إلى منطقة اللواء 137 المحاصر منذ أكثر من 32 شهرا، مضيفا أن الثغرة التي عبرت منها قوات النظام لم تعد آمنة بعد رصدها من قناصة ومسلحي داعش. قتل 8 مسلحين من ميليشيا الحوثي وأصيب 12 آخرون بجروح في معارك مع قوات الشرعية اليمنية في محافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية. وأضافت المصادر أن المعارك ما تزال مستمرة وبشكل عنيف وسط تبادل القصف المدفعي بين الطرفين. تزين برج خليفة بالإمارات بعلم السعودية بعد تأهل المملكة العربية لمونديال كأس العالم 2018 والمقرر إقامته في روسيا. جاء ذلك بعد أن حقق منتخب الأخضر الفوز على نظيره الياباني بهدف دون رد في الجولة 10 والأخيرة من التصفيات، ورفع رصيده إلى 19 نقطة وحسم التأهل. الموجز إلى اللقاء.